بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطبيق العمل أونلاين للموظفين كل يوم حد، من وقتها في تساؤلات كتير على كل مواقع التواصل الاجتماعي من إن القرار ده ممكن يأثر على مصالحهم وسط مخاوف منتشرة بين الناس من تطبيق القرار. فعلشان الناس تطمن، القرار ده مش هيتطبق غير على الجهات والمصالح الحكومية التي لا ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر زي الأحياء ومجالس المدينة. كمان الجهات دي بتمتلك بنية تحتية تكنولوجية قادرة على أداء مهامها أونلاين، وكمان الموظفين اللي فيها يقدروا يشتغلوا عن بعد دون الحضور لمقرات العمل. طيب إيه الجهات اللي هتشتغل أونلاين من المنازل يوم الحد من كل أسبوع؟ هم الموظفين في ديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها، وموظفين وزارة العمل، وموظفين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والموظفين في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقطاعات وزارة البترول الإدارية وغيرها من الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.